تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أقيم حفل تكريم الفائزين بجائزة ريادة الأعمال 2024 التي تنظمها جمعية ثاتاي هندو. جاء ذلك بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يأتي هذا الحفل تأكيدا على الرعاية والاهتمام الحكومي المستمر لقطاع ريادة الأعمال في مملكة البحرين. لطالما شهد قطاع ريادة الأعمال أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، إذ يعد اليوم أساس التنمية الاقتصادية ويمثل القوة الدافعة وراء القدرة التنافسية لمملكة البحرين على الساحة العالمية. وأن حفل تكريم الفائزين بجائزة ريادة الأعمال 2024 التي تنظمها جمعية ثاتاي هندو THMC للاحتفاء بإنجازات رواد الأعمال المتميزين، ويؤكد الالتزام الدائم بدعم وتعزيز الشركات الناشئة. طبعا احنا سعيدين بتواجدنا في هذه الفعالية اللي تقام تحت رعاية سيدي صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للاحتفاء بالريادة ورواد الأعمال البحرينيين والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. طبعا اهتمام الحكومة الموقرة جلي في هذا القطاع، وطبعا رئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبرهن على اهتمام الحكومة الموقرة في دعم ريادة الأعمال والابتكار. تكريم الفائزين بمسابقة جائزة ريادة الأعمال يأتي تقديرا لمساهمتهم المتميزة التي تثري مجتمع ريادة الأعمال، حيث تم تكريم الفائزين في 4 فئات، هي المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، جائزة أفضل شركة ناشئة للعام، جائزة رائد أعمال العام، وجائزة أفضل أعمال الابتكار والتكنولوجيا لهذا العام، احتفاء بالشركات التي استفادت من التكنولوجيا والابتكار لدفع النمو والنجاح. إن هذا الفوز يعني لنا الكثير، لأنه يؤكد على أهمية عملنا في مملكة البحرين والعالم كونها شركة ناشئة. اليوم الجائزة تشجعنا كفريق على التطور في مختلف المستويات، وبكل تأكيد أود أن أشكر جمعية ثاتاي هندو THMC لاختيارهم لنا ولفوزنا. احنا جدا فخورين في حصولنا على هذا الجائزة، ونتمنى كل التوفيق لجميع رواد الأعمال في البحرين، ونعتقد احنا اعتقاد كبير هذه الأمور تدعمنا تدفعني للأمام دائما. هذه فرصة لتواجدنا هنا كريادة أعمال، وبلا شك أن تكريمنا في THMC يشجعنا جميعا على ريادة الأعمال كون الجمعية تدعم الشركات الناشئة لأهميتها في تعزيز الاقتصاد وخلق الأفكار الإبداعية في مجال الأعمال. إن في تنشيط المنظومة الريادية بلا شك يبرز الدور الفاعل للمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في مملكة البحرين عبر تبني المبادرات المبتكرة في إطار عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمن استدامة المؤسسات، حيث تلتزم مملكة البحرين بموقفها الثابت في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الريادية إلى واقع. في إطار توفير البيئة الجاذبة للأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع تسهم في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، يأتي حفل تكريم الفائزين بجائزة ريادة الأعمال 2024 للتأكيد على الدعم المتواصل الذي تحظى به الشركات الناشئة لتمكينها من الازدهار والتطور. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.